مايكل جاكسون ملك البوب، أسطورة أمريكا الغنائية على مر التاريخ، محطم الأرقام القياسية في موسوعة جينيتس. استطاعت أغانيه أن تحقق ما يقرب عن 350 مليون دولار مبيعات، من أكثر الملهمين والمؤثرين على الساحة الغنائية على مر التاريخ. إلا أن مايكل جاكسون هدد بفضح الماسونية، وعندما هددهم أسرعت الماسونية بإنهاء حياته على الفور. مايكل جاكسون عاش طفولة مشؤومة وصعبة بسبب تنمر والده عليه. ما علاقة الماسونية بقتل مايكل جاكسون؟ تابع الفيديو للنهاية، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس لدعم المقطع بلايك، ويلا بينا عشان نعرف دور الماسونية وإزاي قتلت مايكل جاكسون وليه قتلته. سنة 1958 اتولد مايكل جاكسون في احدى ولايات امريكا لأسرة من اصل افريقي، لكن اسرته كانت الحالة المادية بتاعتها صعبة، من الطبقة العاملة، يعني من الطبقة الفقيرة. فمايكل جاكسون قضى طفولته كلها بيشتغل ليل ونهار عشان يقدر يوفر المصاريف للأسرة بتاعته اللي كان عدد افرادها 10 افراد وعايشين في اوضتين. بالاضافة اكتر شيء اثر في طفولة مايكل جاكسون وخلتها صعبة هو تنمر والده عليه. دايما كان يتريق على شكله، خصوصا ان مايكل جاكسون كانت فيه حبوب في وشه، فدايما والده كان يقول له يا قبيح ايه شكلك المعفن ده. ودي من اكتر الحاجات اللي اثرت في طفولة مايكل جاكسون، بالاضافة لانه ما عاشش الطفولة زي باقي الاطفال، حياته كلها كان بيقضيها يشتغل عشان يوفر اكل لاخوانه. الا انه بعد سن 12 سنة راح والده عامل فرقة غنائية ليه ولاخواته، سموها جاكسون فايف. بالفعل بدوا يغنوا في الحانات وفي الملاهي في الشوارع وفي كل مكان بس يقدروا يعيشوا، محتاجين مصاريف. وكان مايكل جاكسون من ضمن الفرقة دي، لأنه بعد كده بدأ تدريجيا يغني لوحده. من وقت ما بدأ يغني لوحده مايكل جاكسون بوم اشتهر في كل مكان، ويعتبر هو المغني الأفريقي الوحيد، ويعتبر هو الأفريقي الوحيد اللي أمريكا والتلفزيونات الأمريكية كانت تذيع أغانيه، وخصوصا قناة MT. ازاي يعني هو الأفريقي الوحيد؟ ما يغركمش أبدا تاريخ أمريكا الديمقراطية وحقوق الإنسان والكلام الفاضي ده، أمريكا عرق الدكتاتورية والعنصرية في دمها. ما علينا. وبدأ مايكل جاكسون واحدة يشتهر في جميع أنحاء أمريكا، بل وجميع أنحاء العالم. قدر يحصل على فلوس وشهرة وملابس وأكل وشرب، ويعيش في أفخم القصور ويركب أفخم العربيات. المعجبين من كل مكان بيطردوا مايكل جاكسون، الشركات الإعلانية تتعارك على مايكل جاكسون وتعرض عليه ملايين الدولارات لمجرد ان مايكل جاكسون عايزينه يعرض منتجاتهم. الا ان رغم الشهرة اللي وصل لها مايكل جاكسون، ظلت الطفولة المشؤومة اللي عاشها مأثرة عليه، لدرجة انه اتصاب بالاكتئاب وبدأ ياخد مهدئات اللي اثرت على صحته بشكل كبير. لكن اكتر شيء كان مأثر عليه في طفولته، لكن اكتر شيء كان بيزيه نفسيا، هو معاملة والده الصعبة والسيئة والتنمر بتاع والده عليه وهو صغير. تتصور ان سندك وظهرك في الحياة هو اللي يقتلك ويجرحك من جوه، اللي هو والدك. وبعد ما وصل مايكل جاكسون للشهرة العالمية، كان لابد من ان اي ناجح وراء اعداء بيتربصوا له عشان يوقعوه. وبالفعل في 2003 تم اتهام مايكل جاكسون بانه تحرش باحدى القاصرات، والكلام ده استغرب منه مايكل جاكسون لانه ما حصلش. والمقربين من مايكل جاكسون نفوا الكلام ده. يا اخي ازاي؟ لانه مايكل جاكسون من اكثر الاشخاص اللي بيحب الاطفال وعامل ليهم مؤسسات ودور رعاية ترعاهم. هيتحرش بطفلة قاصر؟ لما بيسألوه في احد البرامج انت اتحرشت؟ قال الكلام ده انا معرفهوش، في مؤسسات اكبر من الحكومة بتطاردني وعايزة تدمرني. يا اخي ده عشان ربنا يفضح اتهامهم الباطل لمايكل جاكسون بالتحرش. مايكل معاه مكان كبير اسمه نيفرلاند، المكان ده فيه ملاهي كتيرة قوي، فيه جميع انواع الحيوانات من على مستوى العالم. بيلف العالم ويشوف الاطفال اللي عانوا من الفقر واللي عانوا من الحروب، وياخدهم لمكان نيفرلاند. المكان ده يعتبر من اجمل الاماكن اللي عملها مايكل جاكسون. طب هو عملها ليه؟ عشان يعوض النقص اللي عاشه في طفولته.
فكل الأطفال كان يجيبهم في المكان ده يستمتعوا ويعيشوا حياتهم، غير إنه كان مايكل جاكسون عامل غير إني مايكل جاكسون عامل مؤسسة عالمية بتنفق على الفقراء في جميع أنحاء العالم وجميع الناس اللي عانت. فبالشكل ده يعني مايكل جاكسون اتحرش بطفلة قاصر ما معاه فلوس وملايين يقدر يتجوز في يوم وليلة 1,000,000 واحدة. يسكتوا على كده؟ لا، يرجعوا في 2005 يتهموه برضو بالتحرش، ومايكل جاكسون أخدوه وحطوه في السجن لحد التحقيقات ما تنتهي. فزميله راح ليه؟ عشان يطمن على صحته. مايكل جاكسون في عز شهرته والقمة بتاعته دخل السجن بسبب ادعاء كاذب، التحرش. ابو مايكل مراحش ليه؟ ده بعت صاحبه يطمن على مايكل جاكسون ويشوف صحته. راح لمايكل جاكسون في السجن وشاف حاجة غريبة قوي، لكن لاحظ ان مايكل صحته مطمنش. قال له يا مايكل انت اكلت؟ قال له لا هيموتوني. طب يا مايكل انت شربت؟ يا راجل انا بقول لك عايزين يقتلوني. فصاحبه مش عارف مين اللي هيقتلوه، منظمه اكبر من المنظمات الحكوميه، والكلام ده ذكره مايكل جاكسون لمدير اعماله. اسمعوا المكالمه بعد النجم. دي المكالمه اللي كانت بين مايكل جاكسون مدير اعماله واللي قال له ان في منظمه اعلى من الحكومه هتقتله، وبعد ما يتقتل هيقولوا عليه انه انتحر او اخذ جرعه زايده من الحبوب من المخدرات. طب هي ايه المنظمه اللي قتلت مايكل جاكسون وليه قتلته؟ فنان بحجم مايكل جاكسون، اي منظمه قدرت تستغله وتكسب من تحته فلوس؟ المنظمه يا سيدي دي هي المنظمه الماسونيه، بالمعنى الصحيح نعربها من انها منظمه علمانيه، هدفها انها تلغي الاديان وهي اللي تسيطر على العالم، يعني سوء العالم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والاعلامي تحت رعاية وإدارة الماسونية. بالفعل اقتصاد أمريكا، إعلام أمريكا، ثقافة أمريكا، الحياة الاجتماعية في أمريكا بنسبة 55% مسيطرة عليها المنظمة الماسونية. طب إيه سبب الرئيس اللي خلى المنظمة الماسونية تقتل مايكل جاكسون؟ غير إن المنظمة الماسونية كان لها دور كبير قوي بإن مايكل جاكسون نجمه يلمع على مستوى العالم. المنظمة الماسونية عرضت على مايكل جاكسون بعد ما ساعدته انه ينضم لها علانية، الا ان مايكل جاكسون رفض، لان مايكل جاكسون قرر من داخله انه يحتنق الدين الاسلامي. الاسلام؟ ازاي؟ ايه اللي جاب الماسونية وايه اللي جاب الاسلام؟ ما هو السبب الرئيسي في قتل المنظمة الماسونية لمايكل جاكسون الاسلام. بعد حالة الاكتئاب الفظيعة اللي كان عايشها مايكل جاكسون قرر انه يحتنق الاسلام ويفتش ويبحث عنه، واللي خلاه يبحث عن الاسلام ويفتش عنه هو احد اخوانه اللي كانوا ساكنين في البحرين. اخته واخ ليه اعلنوا اسلامهم وعاشوا في البحرين. فمايكل جاكسون بدا يسال اخوه ايه الاسلام، ايه الدنيا، ايه الحياه فيه. اللي دفق لمايكل جاكسون من المراقبات اتضح انه كان بيروح لمنظمات اسلاميه في امريكا وخارج امريكا، واللي دفق لانه اخذ كتب عن الاسلام والقران الكريم يقرا فيها. واللي خلى المنظمه الماسونيه تتاكد ان مايكل جاكسون هيعلن اسلامه غير انه اخو مايكل جاكسون قال ان مايكل جاكسون كانت عنده نيه كبيره بانه يحتنق الدين الاسلامي ويا ريته اعلنها. يعني زي هو مايكل جاكسون اعلن ولا ما اعلنش؟ مايكل جاكسون اغلب الناس واغلب المفسرين اعلن من داخله، يعني نقول بينه وبين ربنا انه خلاص اسلم، لكن ما اعلنش صراحه للناس، وده السبب الرئيسي اللي خلى الماسونيه تقتل مايكل جاكسون، لان مايكل جاكسون متابعينه من جميع انحاء العالم، فانا هشوف معجب ليه بيحتنق الديانه الاسلاميه، ايه اللي خلى واحد بالشهره دي والغنى ده يحتنق الاسلام؟ اغلب الناس هتتاثر بيه وهيبداوا يحتنقوا الاسلام، والماسونيه مش هتقدر تسيطر على العالم او تحقق حلم من احلامها. الماسونيه زي ما قلنا الماسونيه هدفها انها تقضي على الاديان وهي اللي السيطر. السبب الرئيسي وراء قتل مايكل جاكسون هو رغبته الشديدة بانه يحتنق الدين الاسلامي، عشان كده الماسونية انهت حياته باحدى المستشفيات، وتم اتهام الطبيب بانه اداله جرعة زايدة من الادوية والمحاليل، الا انه تم قتل مايكل جاكسون عن عمد، لان التقارير الطبية وضحت ان مايكل جاكسون كان في جسمه كدمات. وتوفى مايكل جاكسون في 2005 بسبب الماسونية. في احدى اللقاءات مع اخته بيقولوا لها هو مايكل جاكسون اتقتل ولا مات؟ ردت بكل صراحة مايكل جاكسون
اتقتل على ايد المنظمات. هي عارفة المنظمة ايه لكن مش قادرة تقول، لانها هي ممكن كمان يتم القضاء عليها. وسألوا اخوه اللي اسلم في البحرين، اخوك مات ولا اتقتل؟ اخوي اتقتل على ايدين احدى المنظمات اللي هي اكبر من الحكومة في امريكا، او بالمعنى الصحيح هي يا سيدي اللي بتدير امريكا واللي بتلعب. وبنت مايكل جاكسون بعد ما كبرت وبقيت عارضة ازياء مشهورة وبدت تتكلم ان والدها اتقتل وان في منظمة قتلته، حست الماسونية كده ان البنت عايزة تنتقم لابوها، فبدأوا يهددوها هي كمان. وادي قصة مايكل جاكسون من الفار الى الشهرة الى الاكتئاب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدعم المقطع بلايك. باي باي.